وده نداء للاستاذ ممدوح عباس، واتمنى ان الناس تشير الفيديو ده لعله يصل للاستاذ ممدوح عباس. يا استاذ ممدوح عباس، حضرتك كنت سبب في انهيار نادي الزمالك من 2004 ل 2014 حتى مجيء مجلس المستشار مرتضى منصور، ودي احنا سميناها العشرية السوداء. وبسبب العشرية السوداء دي الاهلي تفوق علينا في عدد بطولات دوري ابطال افريقيا، عشان لو حد جه دمه تقيل سائع رزل يا بليلة يا ابو عبين ما خدتوش البطولة بقالكوا 20 سنة، قول له يا ابني انا كان عندي مجلس اتحل ومجلس يجي وتعيين ومشاكل ومحاكم، وانت قاعد على البحر ماسك الاناناسة دي وقاعد حاطط الشاليمو اللي هي الشفاطة وقاعد عامل كده، وانا قاعد عمال بتعارك 10 سنين، هو انا كنت فضيلك ولا فاضي العب كورة؟ ليك حق انت تشطح وتبقى انت 10 بطولات وانا 5، عشان انا قعدت 10 سنين بأعاني بسبب حل مجلس الادارات اللي سيادتك عمرك ما دقته ولا عمرك هتدوقه، ويوم ما جيت تدوقه الوزير اتحل وجات من رئيس الوزراء من فوق وقف القرار وارجع القرار. وعندكم كابتن طاهر ابو زيد، روحوا اسالوه. فانت لو عشت زي 10 سنين كده اقسم بالله تنزل درجة تانية وتالتة وتلعب في المظاليم مع نادي كفر شكوكو ومش عارف ايه، انت هتنزل مش هتاخد دوري وكاس ودوري تاني والعاب صالات والكلام ده كبير عليك ما تعرفوش. انت لو قعدت في لجان معينة اقسم بالله العظيم تنزل درجة تانية، انا بقسم بالله على الهوا، ولا تاخد بطولة دورة رمضانية. جرب سنة واحدة مش هقول لك 10 سنين. فأتمنى من الأستاذ ممدوح عباس اللي جمهور الزمالك زعلان منه يعمل حركة شيك. ده راجل مليونير أو مليار دير، وبسم الله ما شاء الله ربنا يزيده ويبارك. يا أستاذ ممدوح مش هتخسر حاجة، ده إذا كان ليك فلوس. المستشار طلع الشيكات والزمالك مش هيسكت، والمستشار مش هيسكت، والزمالك هياخد حقه القانوني. ولكن انا بحلم قبل ما المستشار يعمل ويجيب حق النادي، اطلع يا استاذ ممدوح وقول ان انا مش عاوز الفلوس دي وهقفل المتاع ده وهشيل الحجز من على النادي، وحتى لو ليا او ماليش انا هقفل الملف ده عشان الزمالك بدأ بطولة افريقيا والزمالك داخل في الدوري وانا مش عايز اعطل مسيرة نادي الزمالك. اطلع خليك بطل شعبي والناس تفتكرك بالخير، بدل ما نفتكرك كل لما بنفتكرك بنقول حسبي الله ونعم الوكيل. انت صاحب العشرية السوداء، حسبي الله ونعم الوكيل. فاتمنى الناس تشير الفيديو، الناس تعمل شير، ناس الصوت يوصل للاستاذ ممدوح عباس ويعمل حاجة اخيرة في دنيته لنادي الزمالك. طيب فريرا طلع فرمان في ملف حراسة المرمى. فريرا قال لك انا ما عنديش تدوير في حراسة المرمى، يعني عواد مش هيلعب ماتش وصبح يلعب ماتش، ما عنديش الكلام ده. هو عواد حارس الزمالك الاساسي، محمد صبحي الاحتياطي، مات الكلام. محمد صبحي هو الحارس البديل وعواد حارس الزمالك الاساسي باذن الله تعالى. حلو حلو. طيب تعالوا بينا ندخل على موضوع تاني. للاسف خبر صدمني وخبر زعلني، محمود جد وقع للنادي المصري 5 سنوات، منتقل من نادي انبي. مش عارف اتباع بكام بالظبط، ولكن في شرط اعادة البيع 15%. انا كنت اتمنى في نادي الزمالك محمود جد بصراحة، يعني من الحراس اللي انا برتاح لهم، من الحراس اللي انا بيعجبوني محمود جد، ولكن وقع للنادي المصري. ولولا عودة صبحي لكان محمود جد حارسا
في نادي الزمالك. كل التوفيق لمحمود جاد، ربنا يكرمه ويقدم موسم كويس ونشوفه في منتخب مصر، ويعالم نشوفه في نادي الزمالك المواسم القادمة. وسع وسع وسع، شمشون وصل يا ناس يا عسل، شمشون وصل. ايه الكلام ده؟ احتمال كبير بكرة يجي شمشون، يجي شمشون، شمشون الجبار، اللعيب اللي الزمالك تعاقد معاه تحت 21 سنة. احتمال يجي شمشون بكرة يوقع الكشف الطبي، والكشف الطبي تمام، نمضي بقى على العقد اللي هو اللي في نادي الزمالك، وبعد ما يخلص ويعمل الكشف ويمضي على العقد الجديد بتاعه هيسافر منتخب بنين، تجمع بتاع منتخب بنين، لان تم اختياره في منتخب بنين الاول. فاحتمال كبير جدا بكرة يجي شمشون الجبار يعمل الكشف الطبي ويمضي ويتصور وتمام، يسافر على منتخب بنين، وبعد منتخب بنين بعد المعسكر هينضم لتدريبات نادي الزمالك. فوسع لشمشون الجبار اللي هيطلع نار. طيب بص بقى يا سيدي، تعال بينا ندخل على موضوع تاني. ايه هو الموضوع التاني اللي انا عاوز ادخل فيه ولا يقل اهمية عن المواضيع بتاعتنا؟ ان شاء الله باذن الله الفريق بتاع تشاد هيجي هنا يلعب. حلو حلو، اتمنى يعني، اصل المصريين عندهم كرم ضيافة زايد، يعني تلاقي المصريين عندهم الجدعانة دي ايه بالكيلو. اتمنى ان الفريق ده يتعامل بالمثل في اذاعة المباراة، في المعاملة، في الاقامة، في اتمنى يتعامل بالمثل، وما ندفعش جنيه مش علينا. ده رقم واحد. رقم اتنين، اتمنى من الزمالك، من ادارة الزمالك، من دلوقتي تبدأ تشتغل على المباراة بتاعة الفريق اللي اسمه ايه، عشان اسمائهم غريبة شوية، الفريق بتاع بروندي، فلامبو، فلامبو. اتمنى الزمالك من دلوقتي يشتغل على اذاعة المباراة، اتمنى الزمالك يشتغل على اذاعة المباراة، وحتى لو الزمالك مش في ايده الموضوع يخاطب الاتحاد الافريقي. الشركة المتحدة تحاول تتدخل بعلاقاتها وتذيع الماتش وتجيب عليه اعلانات، وهيغطي التكلفة بتاعته، لان الزمالك بيحقق نسب مشاهدة عالية، الزمالك بيحقق نسب مشاهدة عالية. فاتمنى من دلوقتي عشان ما يحصلش زي ايه، زي ما قعدنا النهاردة واحد بيصور من موبايل، واحد بيعمل من موبايل، اتمنى ان احنا من ايه ما نكررش التجربة بتاعت النهاردة دي. تمام تمام.